أكملت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الإجراءات الإدارية الخاصة بعقد لاعب المنتخب الأولمبي الغاني إبراهام أسيدو أوتوبراه ليكون جاهزا للتواجد ضمن قائمة الفريق المشارك في دوري الكرة الممتاز. المدير الإداري لفريق الكرة بالنادي هاشم رضا قال إن البطاقة الدولية الخاصة باللاعب إبراهام أسيدو وصلت من نادي النصر الليبي ليكون اللاعب متاحا من الجانب الإداري للمشاركة مع الفريق بعد إضافته في سجلات الاتحاد العراقي لكرة القدم. وبيّن أن مسألة اشتراك اللاعب في صفوف الفريق باتت بيد مدرب الفريق ماركوس باكيتا بعد الوصول إلى القناعة التامة من خلال إيصاله إلى الجاهزية الكاملة.